أم محمد سيدة سبعينية، خطواتها بسيطة كحياتها تماماً، تحمل جسداً عانى من الفقر والنسيان أكثر من معاناته مع الآلام الذي تغير حروفه للأمل في الشفاء بوجود حملة مجانية دفعتها للتوجه للمركز الطبي بالقطامية. زمان ما فيش عمال تروح المستشفى يقول لك عايزين فلوس، هات العلاج من بره، هات الحاجه من بره، ما كانش حد بيهتم بحد، بيختلف معامله حلوه، بيقابلوك مقابله حلوه. وزمان كان يقول لك لا امشي بره، اطلعوا بره، خشوا جوه، مش عارف ايه، كانوا على طول كده. فرحت طبعا اللي هم يهتموا بيا، انا اهم حاجه عايز امشي على رجلي والله. في لفته انسانيه نظم حزب مستقبل وطن قافلة طبية كبيرة تشمل معظم التخصصات للكشف والعلاج بالمجان على محدود الدخل من أهالي منطقة القطامية بالقاهرة الجديدة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهلهم والتيسير عليهم في الحصول على رعاية صحية. دي أول قافلة بدأناها من سلسلة قوافل طبية إن شاء الله الحزب هيعملها لخدمة المواطن ومساعدته، كشف مجاني وعلاج مجاني. احنا هدفنا الاول والاخير ان يبقى في كيان زي الحزب، كيان كبير موجود جنب الدولة بيقدر يساعدها في كل اجهزتها، وكذلك تخفيف العبء على المواطن في بعض الاحتياجات اللي هو محتاجها، ومن اهمها التعليم والصحة طبقا للرئيس دايما بينادي بيه ان احنا نبقى واقفين جنب المواطنين، فبنحاول نخفف العبء على المواطن. شهد مركز القطامية الصحي توافد عدد كبير من أهالي المنطقة الراغبين في الحصول على خدمة طبية متميزة، معربين عن سعادتهم بالدعم الحكومي والمجتمعي لتخفيف العبء عن المواطن البسيط. مبسوطة اللي هم بيهتموا بينا وبيعملوا بينا وبيدونا علاج، يعني بصراحة كويسين، وبيعملونا كمان في النظر بيعملونا النظارات وبيدوهالنا، يعني بصراحة القافلة هي كل حاجة بصراحة حلوة قوي. عايز أقول للعالم كله يجوا يشوفوا مصر وهي بتحارب إرهاب، إن جوه البلد في ناس بتشوف أوجاع الناس، في ناس بتيجي تعمل قوافل في جميع المحافظات. شفنا على شاشة التلفزيون، وأنا واحد من القطامية شفت في الحقيقة ودخلت كشفت وشايف ولامس بإيدي إزاي الدكاترة وإزاي الناس بيهتمية بأوجاع الناس. حزب مستقبل وطن يبرز دوره الوطني تجاه الدولة بتعدد أدواره الخدمية وتقديم الحلول العملية في شتى المشكلات التي تواجه المجتمع، ليعبر عن تكاتفه وتحمله للمسؤولية تجاه الوطن بصورة تعكس الدور الحقيقي للأحزاب في تحقيق البناء والتغيير والشعور بالمواطن داخل الدولة. أيمن عماد، الحاليوم.